المشكل اللي عندي ولدي انا هانتوما كيما تشوفوا الناس كيفاش يتعاملوا معايا انا بزز انا باش جالسه في الجامع انا دابا عايشه عاديه في الشر انا مشطوبه هانتوما كيما تشوف هانتوما كيما تشوفوا تاني صايب الزنقه بزز بحال جالسه هنا وخايفه خايفه اللي يجيبوا لي البوليس نخاف انا يجي بزاف ديال الحوايج شي يديروا معايا انا تيجيبوا لي القاية تيحيدني تنعاود نرجع تيحيدني تنمشي اللور تنعس اللور ليه تنعاود عاوتاني نخرج برا تيجيبني الشكارة تينقزها ولدي من هنايا هو اللي تيحل لي مسكين الباب باش تندخل تالي عاد تندخل عاد تندخل تنفرش الارض و تنتغطى بالسما ولا كانت الشتا شنو كديرو؟ ملا كانت الشتا الشتا و الشتا هي اللي صعيبة الشتا هي اللي تنفكر فيها دابا ما جيت الصيف دابا تنعسي ماشي مشكل المشكل هي الشتا الشتا صعيبه بزاف الليالي والبرد والدري ما تلقى ولا حوايج لا والو لا حنت تخباو انا كي ملي تمشي تجيني الشتا بزاف تنشد هاد المحمل ديال الموته هاد المحمل ديال الموته وتندير عليه هادوك راه الطابلات راه هما في القنتشير تندير واحد من لهي واحد من هنا وتنهز هذا تنديرو الفوق وتنعيش لتحت وتندير عليه واحد الميكا راهية تندير عليه ديك الميكا راهية اللي كشو لتحت تندير على هاد المحمل باش ما تدخلش ليا الشتا تنبغي غير نتخزن غير تندخل تنبغي نتخزن ندخل داخل في المسجد الداخل ما تيخليونيش تيبقاو يجريو علينا بحال شي حجرة خرجوا ليا كحزوا ليا حيدي ولدك من السخسين وكحزوا ليا تيبقاو يجريو علينا وتنبقاو في الشتا تنقولوا الله ما الشتا ولا لا بنادم تنقولوا الله ما تصب علينا الشتا الطواليط هنا ما كايناش كاع الطواليط سادين في هاد كورونا سادين الطواليطات هنايا ما عندنا فين تنديرو داك الشي حاجك الله يزيراتك تديريها على سروالك وتتمشي للخلاليه وتتمسحي وتلاقي حوايجك صافي هادشي باش عايشين دابا صافي هادشي باش عايشين تنعسو على الصباح على الصباح كيما تنفرش وادي راه تنوض الصباح تنقول الله مالك الحمد لله ما باقي نحي ما حتى واحد ما لوح علينا شي حجره ما لوحوا علينا شي قنبله دابا هاد عاشوره تيلوحوا الميل تيلوحوا الحجر يلوحوا عليك شي حاجه شي عافيه تشعل فينا من الله هذا راه كاين بنادم الاحمق كاين اللي مريض هنايا كاينين المرضى بزاف هنايا في هاد الجامع السودان راه كاينين اللي تينعسوا مرضى كاع برا هنا تيتفقوا العيالات هنا تيمشيو يجيبوا لك المخازنيه تيديوك تيحيدوك من هنا شنو تيديروا لك تيدوك الخيريه تيدوك الخيريه تتبغي تجلسي تيقول لك هنا غير مركز الاستقبال حنا راه ما تنقبلوش هنايا هاد ما غاديش تجلسي معانا ما طوليش معانا راه خاصك ديري وخاصك ديري وتيبقاو عليا بهادي صافي في الاخر في الاخر اخر مطاف تيجيبوا لك سطافي اخر مطاف ما تيشوفوا حتى شي حاجه ما من حتى انا ما تنبغي المعقول وبنادم كله وعقلو انا ما تنقول لهم انا بغيت نبقى جالسه معاكم انا ما تيبغيوش تيقول لك هذا هي استقبال هنايا تي دعيني تي ما خليت خير يمشي ديال مشيت سير ديال سميتها ديال العزازه مشيت ديال العزازه بداو تيضحكوا عليا قال لي انت راه خصك راجل انت راه باقا صغيره راه خصك راجل قلت لهم لا انا ما باغاش انا بغيت نعيش مع ولادي قال لك لا 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 حنا تنشدو مول 61 فوق حتى ديري وانا نبقى انا مشرده تندير 61 هذا ماشي الخيريه الله يرحم لكم هالوالدين اللي عنده عطا ربي عطا الله سبحانه وتعالى عطا ربي وغناه الله الى ما نقدونا اخوتي من الزنقه الله يجازيكم بالخير الله يرحم لكم الوالدين هوية بريس نحو إعلام هادف